السلام عليكم خاوتي، انا ما كنتم حيث وجدتم. دائما احنا في حنار، انا في دبي اليوم. ضربنا دوره هنا، يا دوره خفيفه. تلقينا مع اخونا فاروق، فاروق صورنا معه قبل، لكن يعني زدنا تلاقيناه. وهذا يعني برج الخليفه، كانوا راح يسموه برج دبي لكن لاسباب على اجهلها. المهم هذا هو ان شاء الله، اعتبر اطول برج في العالم. هذا هو خويا فاروق. السلام عليكم. عليكم السلام. كجزائري مقيم في الامارات. مقيم. واسم هذا البرج؟ هذا البرج برج خليفه. كانوا يسموه برج دبي من قبل. كانوا يسموه برج دبي، بدلوا له بعد الازمه. ازمه؟ وش ازمه؟ ازمه اقتصاديه العالميه. قصد الازمه هذه؟ قصد الازمه، ازمه عالميه. سبحان الله. عالميه. يعني وش رايك، يعني استفادوا بأموال البترول؟ داروا بها حوايج ملاح. هنا داروا حاجات، يعني خدموا بلادهم، عمروا، داروا اعمار كذا، استافدوا من دراهم. الاماراتي مش كيما يروح يخدم عند الناس. ما يخدمش عند الناس جامي. فهمت؟ ما يخدمش. هما يخدموا الناس من العالم كاع، لكن الاماراتي ما يخدمش. يخدم غير في القطاع الحكومي. واحده. هذا صاحب عمان، جاوب سلطنة عمان، جاوا هنايا. يعني هذا مركز تجاري، هذا دبي السعوديه. يعني هاي السعوديه يجوا هنا، يعني المركز هذا يجوا يتسوقوا هكذا. بزاف كاين هنا الخليجيين. الخليجيين يجوا هنا. هذا مركز كبير التسوق، هذا مركز كبير. هذا دبي، هذا دبي مول، هذا من اكبر مراكز تسوق في امارات دبي. حتى في العالم كاع. في العالم فيها اكواريوم، اكبر اكواريوم في العالم، فيها شلال كبير، كاين اطول برج في العالم. هاولي فاروق، انت عايش في هنا في الامارات، وخاصه في دبي ولا في ابو ظبي؟ انت انا في ابو ظبي. واش يعني خبرتك هنا في الامارات، يعني واش الامارات تمتاز بواش؟ والله كاين نقاط ايجابيه كمقيم انا كوافد هنا، في نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه. نقاط ايجابيه ممكن تعلم اشياء خاطئه، اكسبيرينس، تعلم اشياء، ثقافات، كاين ثقافات بزاف هنا، مثلا انترناسيونال، كاين ثقافات بزاف، تعلم حاجات ملاح. وكان نقاط سلبيه، من اكبر نقاط سلبيه اننا لا عايشين في غربه هاميه هكذا. كم بلادنا هكذا ماشي خير؟ لا ما نقولوش هكذا، الرباع باك يخدموا الرباع من هكذا، يوفروا باك السكنه للشاب تاعنا، يوفروا لهم خدمه سطاب، واحد ما يخرج من الجزائر، واحد ما يفكر يخرج من الجزائر. عندك مده هنا خويا فاروق؟ شي حاجه بس شحال، 10 سنين 5 سنين اش حقول لك؟ لا انا داخل في الرباع. الله يبارك، هذا مكان. بصح غربة. غربة. راك ناوي تستقر هنا ولا تبدل ولا واش تقول لي؟ لا لا ان شاء الله ما نجيبش عليك، عودة ان شاء الله الى الجزائر. وقتها هذا وقتها؟ وقتها؟ ان شاء الله كي توفروا تسمح الظروف ويتوفروا الشروط ان شاء الله. ان شاء الله. الانسان ما كانش كيما كيعيش في بلاده، معزز مكرر. صح ولا لا؟ صح. شحال راك عايش؟ صح. خويا فاروق، كما تشوف انت العالم هذا تغيرت اشياء، يعني في العالم هذا كيف تغيرت، يعني سبحان الله الازمه الاقتصاديه قاس كل الدول، لكن الحاجه مليحه ان الدول اللي خدموا بلدانهم خدموا البارح. شفنا المترو، احنا دخلنا المترو يعني ما عندوش مده ما داروه، يعني سبحان الله. بينما المترو احنا في الجزائر راح قال لك يفتحوا في اكتوبر، ولا يعني شو يعني ماشي يوجع قلبك كذا، ماشي سياسه البريكولاج، يعني قد ما يطولوا في المشروع قد ما ياكلوا منه، وما دابيهم يطول اللي يضرب عام ما دابيه 10 سنين باش ياكل منه. ما يقول لك كاين صعوبات وكاين كذا وكاين كذا يعني ما كاينش شفافيه للشعب. مثلا يقول لك المشروع الفلاني يبدا من تاريخ كذا الى كذا، وكم صرفوا في المشاريع هذه. هذه الاشياء تبقى خفيه للشعب الجزائري. مثلا يقول لك كان ما يعطوش الارقام بشفافيه. كيف هذا هو المشكل تاعنا في الجزائر، سياسه البريكولاج. نتمنوا الخير للبلاد ان شاء الله يا اخويا. نتمنوا كل خير خير للبلاد والعباد. آمين إن شاء الله، كل بلدان المسلمة إن شاء الله، نتمنى كل خير إن شاء الله، وبلادنا أولى. يعني إحنا كجزائريين ماذا بينا الجزائر تكون يعني من أحسن البلدان في العالم إن شاء الله. صح ولا لا؟ يعني كم حنا أخذنا الاستقلال من 1962، على الأقل كنا يعني مثلا ما زلنا خدمنا والو. كانت أنا كي كان تراماي، تراماي كي خرج فرنسا كان تراماي في وقت فرنسا، ومن بعد نحى تراماي، من بعد يجيك في 2011 يقول لك راح نخدم في تراماي. اوكي حلو، تروح حبس التريسيتي في النهار هذا. ايه ما يديروش حسابهم، ما يقراوش، دار التريسيتي حبس كاع في العاصمه وسخانه. سبحان الله.
خويا انت درت واحد المغامره يعني سبحان الله السعوديه احكي لنا شويه والله شحال درت ساعه وشحال يعني تعب واحد 30 ساعه سبحان الله 30 ساعه برا كتروح برا 30 ساعه عندك 2400 كيلومتر 2400-2300 كيلومتر تدرتها بالبر حبيت تكتشف وقيله البر يعني الانسان يقول بالك بالبر يعني تكون سياحيه لكن متعبه كثير بزاف 30 ساعه في الطريق سبحان الله شحال نهار هكذاك تقريبا شحال 30 ساعه يعني يوم ونص تقريبا يوم ونص يا اخو ربي يتقل ان شاء الله ربي تقبل الله ذنبكم مغفور وسعيكم مشكور ان شاء الله ان شاء الله العقوبه الحج الحج اللي من استطاع درت عمره يعني ما شاء الله الامور كما هذه لازم توفر عندك الاموال وتوفر عندك ثاني شنو القوه ثاني درتهم في العشر الاواخر تاع رمضان العمره هذه في العشر الاواخر انا البارح اللي دخلت البارح اللي جيت مازالك تعبان شويه مازال الله انا تعبان بزاف ربي يتقبل ان شاء الله خويا امين ان شاء الله وربي يعطيك صحتك امين ان شاء الله خوتنا الجزائريين وش قولهم؟ والمسلمين يعني الناس يشوفوك هكذا في اليوتيوب وش قولهم؟ كما نقولوا جمع القلوب وواحد المسلمين في العالم على كلمة الحق ويحسن أوضحهم خوتنا في ليبيا وخوتنا في سوريا اليمن في اليمن كذلك وفي تونس إن شاء الله تستقر الأوضاع في مصر كل خير حتى في مصر كذلك نتمنى لهم إن شاء الله يكون يدوم الاستقرار ويدوم الأمن ونتمنى لبلادنا ان شاء الله يعني ما يعني لازم الحكومه تنظر ان شاء الله يصرف البلدان الاخرى عبره يعني ما يخليش الشعب ينوض عليهم وتصير الفوضى يعني يبداو يخدموا ويبداو يعطوا حقوق الشعب بشفافيه وهذه يا خويا ساره شنو نقول بارك الله فيك خويا وفيك بركه وان شاء الله نسلموا عليك خويا تهلا في روحك ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله